السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم تزمن القناة جيمنج اون لاين. اخباركم شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير. في مقابلة جديدة مع روبي ران، ممكن يكون انطق اسمه غلط لانه اصلا اسمه مش انجليزي، مش مهم. مع موقع ماس كانسولاس برضه ممكن يكون منطق اسمه غلط عشان اسم الموقع ده اسباني. المهم مش مهم الاسماء، خلينا في الاخبار. اخبار عن بيس 2022، نتكلم عن التراخيص الجديدة، واتكلم عن امتى الفرق هتتضاف وهل مجانية ولا لا، ومعلومات مهمة جدا عن الجيم بلاي والمحرك الجديد الانرال انجين. هستعرض معكم كل المعلومات دي شباب. مقابلة مهمة جدا مع مدير علامة اي فوتبول في امريكا اللاتينية روبي ران. اول حاجة اتكلم عن المحرك الجديد، وقال انه هو توقعاته جيدة جدا بالنسبة للعبة، وقال انه عملوا تغييرات كبيرة في اللعبة في نفس الوقت اللاعبين كانوا يطالبوا بالتغييرات دي. طبعا تغييرات ضخمة، عشان كده كانوا بحاجة انهم ينتقلوا للمحرك الجديد الانرال انجين 4 عشان يقدروا ينفذوا التطورات اللي اللاعبين عاوزينها في نفس الوقت بالمحرك الانرال انجين 4. هيسمح لهم انه بيعملوا التطورات دي، عشان كده انهم حول الانرال انجين 4 كان حاجة مهمة جدا بالنسبة لهم، يساعدهم في انهم يحطوا كل اراء جمهور اللعبة يحطها جوا اللعبة، يعني كل اراء الجمهور ومتطلبات الجمهور يقدر يحطها في اللعبة. فمحرك الانرال انجين 4 هيسهل عليهم الكلام ده. دي اول معلومة هو قالها بخصوص المحرك الانرال انجين 4، انه التغيير اللي كل اللاعبين كانوا عايزينه هيتم دلوقتي من خلال الانرال انجين 4. وكمان سهل عليهم انهم يقدروا يشغلوا اللعبة على منصات مختلفة زي الموبايل، نفس النسخة موبايل، وعلى الجيل الجديد، على الجيل الحالي، كمان على الكمبيوتر اللي هو من الجيل الجديد. وكمان اتكلم عن الديمو شباب اللي احنا هنلعبوه بعد 12 يوم من دلوقتي. خلاص هنلعبوا الديمو ده يوم 30 سبتمبر، بعد 12 يوم بالظبط هينزل الديمو كله، هيجرب اللعبة ويقدر يحملها. اتكلم عن انه التسع فرق، يعني في المقابلة دي في شخص سأله قال له مش شايف انه 9 فرق وثلاث اوضاع فقط في الديمو ده قليل جدا مقارنة ببيس 21؟ روبي ران مدير علامة فوتبول في امريكا اللاتينية قال له نعم، بالنسبة لبيس 21 فهو المحتوى قليل، لكن هو يعني شركة كونامي بيقول ان شركة كونامي اطلقت النسخة دي عشان اللاعبين يتعودوا على الاصدار الجديد، لانه في تغييرات كبيرة جدا. بيقول عشان اطلقنا النسخة دي باطوار قليلة فعلا، بس الهدف من النسخة دي انه اللاعبين يتعودوا على الكنترول الجديد، لانهم يعتبر هيبدأوا من الصفر، وكمان في تغييرات كبيرة جدا على اللعبة، عشان كده مش هيكون سهل انك تقدر تتأقلم مع اللعبة بسرعة، لانه فيها تغييرات كبيرة عكس المواسم السابقة. فقط من بيس 20 لبيس 21 ما كانش بيبقى فيه تغييرات كبيرة، لكن بيقول السنة دي هيبقى فيه تغيير كبير، عشان كده اصدار النسخة الديمو كان مهم جدا عشان اللاعبين يتعودوا على اللعبة الجديدة. وكمان اتكلم عن جهاز النينتندو سويتش. طبعا في لاعبين كتير طلبوا انه اللعبة تكون موجودة على جهاز النينتندو سويتش. قال روبي ران انه انرال انجين هيساعدهم في انهم يصنعوا اللعبة، يعني انرال انجين ساعدهم انهم يصنعوا اللعبة على منصات متعددة، لكن لغاية دلوقتي اللعبة مش موجودة على النينتندو سويتش. لكن بيقول ربما في المستقبل هنضيفوا اللعبة على النينتندو سويتش، لكن مفيش حاجة رسمية لغاية دلوقتي. بيقول نأمل ان نضيف اللعبة يعني على جهاز النينتندو سويتش، ويكون موجود بيس 2022 على الجهاز ده، لانه الجهاز ده مهم جدا. اللعبه لو بالذات اللعبة بيس انها مجانيه هتكون مناسبه جدا على الجهاز ده، واللعبه هتنجح بشكل كبير جدا، هيساعدها في نجاح اللعبه يعني. وكمان بيتكلم عن اوضاع اللعبه تاني، بيقول انه في اوضاع اللعبه هتتضاف في المستقبل، في منها مجاني وفي منها مدفوع، يعني مش كل الاوضاع مجانيه او مش كل الاوضاع مدفوع، هيبقى في تحديثات كمان مجانيه داخل اللعبه. بيقول انه في يعني طبيعي جدا انهم ياخدوا الرسوم مقابل التحديثات، انه ده شيء عادي جدا يعني. وبيقول الفكرة هي منح المستخدم شيئا ما للجميع، يعني منح المستخدم تحديثات واحدة ورا التانية بحد ما يوصل اللعبة بمكانة عالية. فبيقول انه هيبقى في تحديثات بفلوس وتحديثات مجانية. طبعا تكلم عن الاوضاع بس، بيقول في مجاني وفي مدفوع، لكن ما قالش مثلا الدور ده مجاني او الدور ده مدفوع. طيب شباب، هنا كمان بيتكلم عن الاندية اللي كانت موجودة في بيس، هل هتكون موجودة في اي فوتبول؟ بيقول نعم، كل الفرق والدورات اللي كانت موجودة في بيس هتكون موجودة في لعبة اي فوتبول، وكمان هيبقوا في تحديثات، يعني في المستقبل هينزلوا على شكل تحديثات، وكمان هيبقوا مجانا مش بفلوس. السؤال ده جتلي عليه اسئلة كتير جدا على القناة. وهنا مدير علامة اي فوتبول في امريكا اللاتينية بيأكد الكلام، وبيقول انه التحديثات هينزلوا على شكل تحديث وهيبقوا مجانا تماما. وكمان بيتكلم عن الايديت مود، وبيقول انه هيوصل قريبا جدا وهيبقى مجانا مش بفلوس. وضع الايديت مود مهم جدا لاغلب عشاق اللعبة، يعني مهم جدا في اللعبة. بيقول انه هيجي قريبا على شكل تحديث وهيبقى مجاني.
وكمان اتسأل سؤال مهم، هو انه مع اطلاق لعبة اي فوتبول هل نقول وداعا لميسي للابد؟ بيقول المدير عالمة اي فوتبول بيقول انه لا شيء يدوم الى الابد وما نعرفوش المستقبل بيخبي ايه، لكن الشركة اللي صنعت بيس هي الشركة اللي صنعت اي فوتبول طبعا كونامي. ويقول كمان لما تجرب اللعبة وتبدأ تلعبها هتحس بفرق كبير عن بيس، يعني هيبقى في اختلاف كبير ما بين اللعبتين. وبيقول هي مش استمرارية لبيس لكن هي نسخة جديدة لوحدها. وبيقول انه فريق التطوير في الوقت الحالي بيركز على لعبة اي فوتبول فقط، بيركز في التطوير على لعبة اي فوتبول. وكمان بيتسألك سؤال بيقول له ايه توصياتك للمعجبين، يعني بيحب تقول ايه للمعجبين اللعبة. ويقول اتمنى انه معجب اللعبة انهم يجربوا لعبة اي فوتبول، بيقول انها لعبة مختلفة تماما، انها لعبة لها اشياء جميلة جدا وعليك ان تتعلم كيف تلعبها. وبيقول ان هي يعني منصة جديدة وفيها محتوى جديد، طبعا عارفين ان الماي كلاب دلوقتي ما بقيش موجود في بيست، بيجي اسمه كريتيف ليج، اتغير اسمه، استبدل الماي كلاب استبدلوه بالكريتيف ليج، يعني ما بقيش في حاجة اسمها ماي كلاب في اللعبة. وبيقول كمان اللعبة مجانية يعني كله يقدر يحملها ويلعب، بيدعي الناس انهم يجربوها هيحسوا باختلاف كبير عن الاجزاء السابقة. طبعا اكيد يقصد الاختلاف في الجيم بلاي والجرافيك، شفنا انه الجرافيك في التريلرات يعني لو كان هو ده جرافيك بيس فعلا في اختلاف كبير في الجرافيك، لكن مش جيد، هيبقى عليه تحسينات كبيرة زي ما المنتج قال. بس شباب كده نكون خلصت وصلت نهاية الفيديو، حابب اقولكم شكرا جدا على الدعم اللي انا بشوفه منكم، وانتظرين فيديوهات قادمة والسلام.